مراسلنا من الجفرة عياد الحجاري. ورحب بك بداية عياد، ضعنا في تفاصيل عمليات نقص الوقود، الأسباب وأيضا الحلول التي وضعت من قبل أهالي المدينة أو البلدية أو بلدية مدينة الجفرة. السادة المشاهدين أهلا وسهلا بكم. طبعا بداية من داخل منطقة الجفرة، بداية نستعرض أهم الملفات التي يعاني منها المواطن داخل منطقة الجفرة. بداية نستعرض ملف طبعا أزمة الكهرباء، والتي دام انقطاع التيار الكهربائي ما يقارب عن 48 ساعة. هنا يعاني المواطن داخل المنطقة من كثرة انقطاع التيار الكهربائي، مما سبب إرباك كبير جدا للمواطن. أتمنى من الشركة العامة للكهرباء أن تضع حلول جذرية لحل مثل هذه الأزمات التي يعاني منها المواطن. ثاني ملف طبعا اللي هو ملف أزمة الوقود، وأيضا منطقة الجفرة تعاني من أزمة الوقود، ونلاحظ بتحديدا في هذا اليوم هناك ازدحام كثير في محطة الوقود، وأيضا خروج بعض المحطات من تزويد المواطنين بالوقود نظرا لعدم توفر الوقود داخل المنطقة، مما سبب أيضا في إرباك حالة المواطن وتنقل المواطن من مكان إلى آخر. وأيضا نستعرض الملف الثالث، وهو ملف طبعا قلة السيولة داخل منطقة الجفرة. ونلاحظ هنا وجود بعض السيولة داخل المصارف داخل منطقة الجفرة، ولكن لا نعلم ما هو السبب الذي يعني أربك المواطن، ولم يتحصل المواطن على السيولة النقدية في مثل هذه الظروف، ونحن قادمين على عيد الأضحى المبارك. وأيضا نلاحظ بعض التجار الأغنام لا يريدون التعامل بالشيك، ربما يريدون التعامل بالنقدي نظرا أيضا لظروفهم التي تخصهم في مثل هذه الظروف. وأيضا نلاحظ في الملف الأخير، وهو ملف عدم توفر المياه الشرب التي يحتاجها المواطن داخل المنزل، خلل في المضخات التي تضخ من مدينة سوكن إلى مدينة ودان وأيضا مدينة هون. ممكن يكون هناك خلل في المضخات، ونلاحظ أيضا ارتفاع أسعار ناقلات المياه أو شاحنات المياه التي تجاوز من 120 إلى 130. وأيضا يعاني المواطن من قلة السيولة، يعني لا نعرف كيف سيكون يوفر المواطن مثل هذه الأزمات، ويحاول المواطن تفادي مثل هذه الأزمات. نتمنى من الحكومة المؤقتة الليبية أن تنظر بعين الاعتبار لهذه الأزمات، وخصوصا أزمة الكهرباء وأزمة مياه الشرب داخل منطقة الجفرة لمدنها الخمسة. نعم عياد الحجاري مراسلنا بمدينة الجفرة، كنت معي عبر الهواء مباشرة من المدينة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. مشاهدينا إليكم.